حبي للبنان طبعا وعشقي للبنان بلس ما شاء الله لبنان معروفة بالناس المحترفة في هذا الميدان، ميدان البرودكشن والإنتاج والتصوير، فأكيد ما حلاقي كبلد عربي أحلى من لبنان إنه أجي وصور فيه. خبل يعني عائد بجنن بعائد. فلا طبعا ما بقولها، بقولها للبنان عن جد، بقولها للبنان، بقولها للصحافة اللبنانية اللي دايما معي. شذا كمان كشفت لنا عن الأشكال الجديدة اللي موجودة في الكليب وكمان في أغاني ألبومها الجديد اللي لسه نازل السنة دي. هلا عم بغير كل شيء 360 ديجري الميوزك، كل شيء كل شيء عم نغيره. هيدا اخر اغنيه من الالبوم، كل شيء ان شاء الله حيجي بعد حيكون اول مره عم بيسمعوه من شدا، اول مره عم بيشوفوه من شدا. فالفتره القادمه في ان شاء الله حيكون تغيير جذري في كل شيء حتى في ماي ميوزك. فكنت في المغرب واليوم انا في لبنان وعندي سفر قريب جدا الى لندن ومصر للبحث على نيو سبيريت، نيو اغاني، نيو اجواء. حاسه انه حان الوقت انه اعمل للتغيير واعمل اشياء جديده على الناس، بس هي مو جديده علي لانه انا من وانا صغيره بسمع وبحب هالاغاني، بس انه ما لقيت الفرصه. اليوم اللي حسيت انه عملت كل شيء الناس بدهم اياه، I think انه it's time انا بدي اعمل قصص انا نفسي فيهم. انا بدي